السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الحاجه الوحيده اللي كتهمنا الجاليه المغربيه اللي حاصله في اوكرانيا، ومنهم صاحبنا معيزه. نعم. غادي نديروا واحد لابيل فيديو مع المعيزه اللي كاين في اوكرانيا. واش المعيزه؟ اهلا المعيزه. واش الدار كي داير؟ خير. ها انت كتشوف اخويا الاوضاع كيفاش دايرين؟ راه كلشي مخبي كرا الفوق، راه كتسمع غير القرطاس والقنبول. كنت الدران نايض عليه الصداع وكذا، فهمتي؟ يعني ما تقدرش. بالنسبه دابا الوالدين ديالك كيفاش كيتعاملوا مع هذا الوضع هذا؟ ناحيه الوالد ديالي انا والوالده كيصوني ليا كل ساعه، صداع ويتفرجوا في الاخبار ويمرضوا. شوف اصاحبي الناس كيفاش عايشين اصاحبي، كلشي مخبي في الميترو، كلشي ما تقدرش تطلع له. بالنسبه دابا للحوانت، المواد الغذائيه واش متوفره ولا لا؟ كلشي ساد، كل حي ثلاثة ديال لي سوبر مارشي كتلقى جوج سادين وواحد لي حال. اللي باغي مثلا تقدا ما كتلقاهش أغلبية. كنتمناو حتى حنا نهبطو في حالاتنا، ما بقيناش بدينا خويا نعيشو في هاد البلاد هادي. ولا يفك وحالكم ديما الضلا والصلاة. شوف اللهم بارك مع عامر كاينين، سي انس مشاتي، سي الظلام، سي رشيد. هنا اقف قليلا احتراما وتقديرا. الله خويا ما عرفت. السلام عليكم، واش السيد ضلال هذا؟ هذا هو الوالد ديالي. واش يكون ضروري عاوتاني يدخل هذا ولا شنو؟ اي كوميرس انترناسيونال. ضلال الدرجه هي رشيد خرالي كاين. احنا ديما راه الاشاره. علاقه وطيده بين الاكل وانس. سيو الضران، شوفوا سيو الضران الراي ديالو. باي بغران حتى هو الله يحفظك. تبارك الله عليك باي بغران، الله يحفظك ليا. ومعنا الممثلين اللهم بارك ديال الشلحه، الله يحفظك. تحيه لكم. احنا داون ياكا. زين هذا العمل هذا. زين هذا الشيء. الله يحفظك ليا. بارك الله. واللي فات لا غاد همو ننسوه. غير واحد القضيه كنتمنى الناس ديال اوكرانيا الله يجيبهم على خير. ديديكاس كبيره لخويا المعز، راه تبارك الله الطريقه اللي غير مباشره تصور لي واحد الفيديو دافع عن البنات صاحبي، راه رجل هذاك. فتحيه لك المعز، ديديكاس يكون الله يوصلك على خير. تحيه لك. غادي نخلي لكم الاخوان واحد اللعيبه هنايا، سولوا واش ما بغيتوا، الصواريخ الباليستيه، هي ارض جو، اي حاجه سولوا فيها. سولوا الاخوان، كل شيء شارك. يلا اليوم علينا في ستوري، ما تبقاش تشوف المرايه، راه قلت لك كل ناحيه ناحيه كتصور جداش واحد. فالاخوان غادي نبداو باول سؤال. تحيه لك من زاكوره، وراك عزيز اخويا والله. تبارك الله عليك، ديديكاس للناس ديال زاكوره. تبارك الله عليك. تحيه لك اخويا. ديلا الا قالوا لك تمشي لاوكرانيا وتحارب بشرط انهم يعطيوك الوراق وتمشي فابور. نمشي نورد شي درب تما شي اوكرانيا حتى انا نجيبها. وليد اش هو غتقول نورد شي اوكرانيا؟ واش الضلا هو باك الحقيقي؟ شنو؟ شوف غير السطيحه غادي يبان لك البران. واش انت احمق ولا مالك؟ علاش هذا العام هذا ما صبطش الشتا؟ ايوا علاش الشتا الا شفت وجهك غتصب؟ الضلا كيشبه لبوتين. وراه ميلك براذر اخونا في الرضاع، انت ما قاري والو. زعما خويا في الحليب. اه في الحليب. هذا سيدي قال لك شحال فيك في الطول؟ مترو 65. على مالك؟ عفوا الله عليك الحمار، الا شتي شي دوي الهربان كتعرف قصير تابعو. راه الارض فاش كاينه معيشه، ماشي في الطول في السماء. قال لك اسيدي النيف ديال باك طويل. واش امك اللي قداتو؟ هاك الفقيرات امك. واش خالد كيركب البنات في الطوموبيل؟ انا بعدا لا. علاش تكذب؟ راه خرجوا فيك شوي. اشنو راه ذاك النهار في الطوموبيل لقيت الرجاليب ذاك باش كيسخن الماسكارا. والله الا لقيته في الطوموبيل كنت غادي كنت حدايا واحد المراه وطاح ليها بالصاك وطاح في الطوموبيل. علاش كنقول لك انت احمق ولا مالك؟ طاح ليها بالصاك طاح. قول لباك الحقيقة، اش بالحقيقة راه قدام الله؟ قول لي الحقيقة، قول لي الحقيقة، قول لي الحقيقة. كيفاش كيتصنع النووي؟ كتشد النا وكتخلطها مع راوي كيولي النووي. هادي أسرة كيخرج على السيطرة. دير واحد عبرة ديال الفول عبرة وتعشى بها مزيان في البيزارة. الله أكبر. وتقلوي بالليل. فين راجل خويا دريا؟ جي الضلا صاحبي شتو كاعي عليك اصاحبي، ما درتي ليه شي حاجه. هو كيكاعي عليك بدون سبب، خصو دابا يكاعي عليك بسبب. قول لي خصني ندير ليه شحال هادي ما درنا ليه شي بوحدي. اه فعلا. الطاكسي اللي ركب عندي يقول له جا النسيب ديالي راه كاين يقول لي الطاجين. تبعني تبعني دابا غير فيها مسخوط الله يهديك. ورا شوف نقول لها جا واحد صاحبي من السعوديه لا معاه ما تمزل. زعتر. واخا انا مخمم. واش من ذاك الشهر هو كاين تما؟ يا صاحبي قول لي هذا ما هذا واش زمزم يا سلام شكون اللي جابو؟ عبد الصمد اصاحبي. عبد الصمد مسكين. يا زمزم. ماء زمزم. جا واحد صباح دري صاحبي من السعوديه وجاب معاه شي ما ويفرقوا العباد. قال لي سميتها شدو باليمنيه غادي نعطيه لك باليمنيه. ماشي حاجه في خاطرك غادي نوي الدواء. شربه واحده. واحده صافي. واحده يلا سير. قول بسم الله تدهينك وشرب ونوي داشي في خاطرك. صافي. نصوت ولا نطلع؟ سبحان الله. هو بلغ لي البارد.
دير لك صافي صافي بس صاحبي.